تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الخاص. واليوم في هذه الحلقة نتطرق حول ثمار اتفاقية بريتوريا التي أنهت الحرب بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير الشعب تيغراي، وانتقلت إلى مرحلة السلام وإعادة السلام في إقليم تيغراي، وأيضا المرافق، البنية التحتية وغيرها من الخدمات. ما هي ثمار هذه الاتفاقية، وهل هذه الاتفاقية حتى الآن تسير وفق المتفق عليه أو وفق الجدول الزمني الموضوع لها لمزاولة وكذلك متابعة إجراءات هذه الاتفاقية؟ معي في هذه الحلقة السيد كامل شمسو، وهو عضو البرلمان الإثيوبي. نتمنى لكم مشاهدة طيبة، كونوا معنا. أستاذ كامل، أهلا ومرحبا بكم جدا. حياكم الله. بادي ذي بدء، الاتفاقية التاريخية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت في بريتوريا أنهت الحرب وصارت معلما كبيرا على استطاعة الأفارقة في حل مشاكلهم بأنفسهم. قبل أن نتطرق إلى لب الموضوع وتفاصيله، كيف ترى هذه الاتفاقية وما مدى أهميتها للسلام الإقليمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. وكما تطرقت أنت أخي محمد، هذه الاتفاقية يعني اتفاقية لها أهمية كبيرة وتأثير كبير على مستوى البلد وعلى مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى العالم أيضا، لأن هناك صراعات كثيرة على بقعات من العالم، في إفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي البلدان الأخرى، وهذه يعني الحروب تأخذ الأرواح وتدمر الممتلكات وتؤخر البلدان يعني سنوات يعني طويلة، تؤخرها تأخذها للوراء. ولهذا نرى أو ينظر إلى هذه الاتفاقية أنها كما تفضلت معلم ونماذج، ويؤخذ منها دروس، وينبغي أن تستفيد منها دول التي بينها حروب وتناحر واقتتال فيما بينها. خاصة هذه الاتفاقية أنهت يعني حربا يعني أخذ تقريبا سنتين، وأزهق أرواح الكثيرين ودمر الممتلكات، و يعني كلف البلد يعني أشياء كثيرة جدا، سواء على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الدبلوماسي وعلى مستويات كثيرة. وهذه الاتفاقية أنهت أولا هذه الحرب التي استمرت لمدة سنتين كاملتين، والاتفاقية أيضا يعني أظهرت أن الأفارقة لديهم مقدرة وحنكة، ويستطيعون أن يجلسوا على طاولة الحوار ويحلوا مشاكلهم. وهذا يعني الجيل الحالي والجيل القادم يأخذ من هذه الاتفاقية دروس، وإن كانت يعني هي أخذت مسارا طويلا وهناك إخفاقات وهناك صعود وهبوط، ولكنها في الأخير نجحت. وهذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة، و الاتفاقية هذه يعني كما تفضلت هي اتفاقية يعني حتى البلد أخذ منها دروسا كثيرة. وصحيح كمواطنين إثيوبيين نتأسف على الأرواح التي أزهقت هناك من الجانبين، لأنه كل الطرفين هم إثيوبيين يعني، ودمرت ممتلكات هذا البلد الفقير الذي يحاول أن يتخطى هذا خط الفقر اللي يعرف به. بعدما توصلنا إلى الاتفاقية وبعدما رجع الاهتمام إلى النمو الاقتصاد إلى العمل، أنجزت إثيوبيا أشياء يعني أبهرت العالم. لكن لو كنا في الحرب، لو استمرت حرب تيغراي، لما رجعنا بأفكارنا وباقتصادنا وبأعمالنا وبجهودنا إلى هذه التنمية التي نراها كأنها معجزة، مثلا ما يجري الآن في أديس يعني. إذن ما يتعلق هل الاتفاقية هذه يعني كمدخل، هي الاتفاقية بصفة عامة اتفاقية مهمة جدا للجميع،
للبلد وللقرن الإفريقي ولشعوبنا كلها يعني. جميل. فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والخطوات التي قامت بها الحكومة، إعادة المرافق البنية التحتية، نعم، وغيرها من هذه الخطوات، كيف تقيم هذا التنفيذ؟ يعني بنود الاتفاقية أنا أستطيع أنها نفذت أغلبها، منها إيقاف الحرب كما يعني ذكرنا سابقا. الحرب أزهقت أرواح الكثيرين من الجانبين وأكلت الأخضر واليابس وأفسدت سمعة البلد، ويعني هذا الحرب حرب يعني داخلي بين إقليم وبين الحكومة الفيدرالية، هذا واحد. يعني إيقاف الحرب بحد ذاته حسب الاتفاقية، من بنود الاتفاقية إيقاف الحرب، إيقاف الحرب، إيقاف التحارب يعني بين الإقليم وبين الحكومة الفيدرالية، هذا أهم شيء، هذا قد نفذ وثمراته أننا الآن في سلم. والأمر الثاني، شعب تيغراي كان يعني لا يستطيع، ليس عنده، لا يستطيع أن يخرج ويدخل، اقتصاده وحركاته الطبيعية كلها حددت ووقف. شعب تيغراي استطاع أنه يتحرك من في إثيوبيا من إلى أي مكان. والأمر الآخر ما يتعلق بالنازحين، إعادة النازحين إلى أماكنهم، وهذا قد بدأ في بعض الأماكن بعدة أسباب، سواء أسباب داخلية أو خارجية، عدة عوامل وأسباب يعني، سواء كانت هذه العوامل يعني داخلية وخارجية، وهناك موانع وأشياء كثيرة عرقلت في بعض الأماكن، لكنها لا زالت تتحرك يعني مستمرة بسلاسة يعني. والأمر الآخر أيضا هو ما يتعلق ب يعني تشغيل البنية التحتية. أيام الحرب كل الانفراستراكتشرز البنية التحتية كلها يعني وقفت وجمدت، ما في هناك كهرباء إلا يعني أماكن يعني قلة جدا، وما في هناك اتصال. هيئة الاتصالات يعني بخاصة خطوطها وأدواتها تضررت، وكذلك الكهرباء أدواتها تضررت، وهذا أعيد تشغيله يعني بصفة جديدة أو في كل تقريبا في أغلب الأماكن في تيغراي. والبنوك، ما كانت البنوك يعني بشبه يعني كامل جمدت، ما كانت معدومة جدا. وما يتعلق بالمستشفيات وأدوات المستشفيات والدواء، ويعني هذه كلها الآن شغلت وبدأت تعمل يعني من ضمن الاتفاقية هذه، تشغيل البنية التحتية أو إعادة البنية التحتية إلى عملها، هذا قد تم. وأيضا ما يتعلق بإعادة النازحين، وفي هناك أقاليم يعني لا زال الصراع عليه بين خاصة إقليمين، إقليم أمهارة وتيغراي، وهذا أيضا جزء منه تم الاتفاق عليه، وتم يعني فض حكم قد فرض على بعض الأقاليم التي كانت تنتمي إلى تيغراي، وهذا تم إعادته إلى مكانه، وفض الحكومة التي المؤقتة التي كانت تحكم هذه الأماكن. ولا زالت هناك أماكن يتم التنافس والصراع عليها، وهذا لا زال الحديث والحوار ويعني والنظر في القضية. وما يتعلق أيضا بنزع أسلحة أعضاء جبهة تيغراي، وهذا أيضا لا زال يعني يأخذ مسارا صحيحا ولا زال يجري. إذن إذا نظرنا إلى الاتفاقية، الاتفاقية لا زالت تمشي حسب الاتفاقية وحسب يعني ما اتفق عليه الطرفين، الحكومة الفيدرالية والحكومة الإقليم. وتم أيضا تشكيل حكومة مؤقتة، هذا أيضا من ضمن الاتفاقية. نعم. إذن نستطيع أن يعني اتفاقية بريتوريا لا زالت تجري على قدم وساق،
وقريبا قبل تقريبا شهر وتم النظر في القضية وتفتيشها والبحث فيها ويعني والنظر فيها يعني بحضور اللجنة الإفريقية وحكومة الأمريكية ومندوب بوجود مندوب الأوروبي وخاصة 3 دول المعنيين بهذه الاتفاقية بما فيها كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا. بحضورهم تم مناقشة مستوى تنفيذ هذه الاتفاقية فين وصلت، ما هي العراقيل، ما ما ماذا تم منها وماذا لم تم منها، وتم فحصها وتم أيضا الاتفاق على يعني طريقة دفعها إلى الأمام وتخطي بعض العراقيل. نستطيع بصفة عامة أن هذه الاتفاقية لا زالت تتم، لا زالت يتم تنفيذها، وقد تم جزء كبير منها ولم يبقى إلا شيء يسير وشيء قليل جدا يعني. جميل. عندما أتي إلى جانب الحكومة المؤقتة التي ذكرتموها سابقا، من ضمن بنود الاتفاقية تشكيل الحكومة المؤقتة، وهذه الحكومة المؤقتة أيضا بدأت تبذل جهودها في تنفيذ الاتفاقية بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية، كيف رأيتم التزام الحكومة المؤقتة؟ يعني الحكومة المؤقتة بصفة عامة نرى أنها التزمت وأنها اختارت الطريق السلمي والحوار، ويعني حتى إذا حصل هناك أي شيء لم توافق عليه أنها تمشي في القضية بطريقة دبلوماسية، بطريقة عقلانية، بطريقة لا تعيد الإقليم أو البلد ككل إلى الحرب التي يعني دمرت كل شيء. بصفة عامة إذا نظرنا بأن من عنده زمام الأمر في إقليم تيغراي لا زالوا يتعاونوا مع الحكومة الفيدرالية، إذا حصل لهم أي شيء مباشرة يتواصلوا مع المعنيين حتى مع رئيس الوزراء، مع اللجنة التي يعني شكلت لكي تراقب هذا الموضوع. وبصفة عامة نستطيع أنهم لا زالوا يتعاونون وإن كانت هناك عراقيل داخلية لديهم. يعني نظرنا بشكل عام هم لا زالوا يبذلوا جهودهم لكي يعني تنفذ بنود الاتفاقية حرفا حرف، حتى في أشياء لم تكن في بنود اتفاقية تقدموا بها الحكومة الفيدرالية. مثلا عندما قام الحرب في السودان فيها يعني في السودان مجموعة كبيرة تيغراويين نزحوا أثناء الحرب إلى السودان، والآن يعني قدموا طلب أن الحكومة لابد من أن تتعاون وتسعى في إعادة النازحين الموجودين في السودان إلى داخل إثيوبيا، مش النازحين الداخليين فقط يعني. في مثل هذه الأمور لا زالوا يتعاونوا مع الحكومة الفيدرالية. نعم، مع الحكومة الفيدرالية. نعم. بشكل عام هناك التزام من كلا الطرفين، من الحكومة وكذلك الإدارة المؤقتة في إقليم تيغراي. الآن ما الذي ينبغي على الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال؟ صحيح. أولا تنفيذ هذه الاتفاقية لم تترك للجهتين، هناك مراقبين كما ذكرت لك، مراقبين دوليين، في هناك اتحاد إفريقي، الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومندوب الاتحاد الأوروبي وحكومة كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، مراقبين هؤلاء يراقبون أين وصل، أين المشكلة، ما الذي حصل، كم خطوات تخطات هذه الاتفاقية للأمام، أين وقفت، وما هي العراقيل الموجودة، يراقبون. وإن لم توجد هناك حتى مراقبة، الحكومة الإثيوبية ملتزمة، الحكومة الإثيوبية ملتزمة بالاتفاقية وهي تريد تنفيذ الاتفاقية، حتى تريد هي تتجاوز الاتفاقية إلى إعادة الإعمار وإلى أشياء كثيرة يعني. إذن ينبغي أن يعرف الجميع أن ما جرى في من الحرب هو لم ينفع أي واحد، لا ينبغي أن يفكر أي واحد إلى
الإعادة إلى الخلف. العودة إلى الخلف معناه فيه من يريد أن يعود إلى الحرب. كم ملايين من الشباب فقدوا أرواحهم في هذا الحرب، كم عقول وكم فقدنا من يعني أبناء شعبنا الذين يستطيعوا أن يأخذوا هذا البلد ويأخذوا دورا كبيرا في تنمية هذا البلد وإلى أخذ هذا البلد إلى بر الأمام. عندهم أشياء وطموح وعندهم آمال، يعني آمالهم كلها يعني وقفت وقطع رأسها قبل أن تنشأ أو قبل أن تنمو. واقتصاد هذا البلد كما ذكرنا اقتصاد يحتاج إلى تحريكه وإلى العمل بالجدية وإلى يعني محو اسم إثيوبيا من الفقر. إثيوبيا كانت تعرف بالفقر بالتخلف بالحرب. إذن ينبغي أن نأخذ درس من هذه، كما يقولون السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه. خلاص نحن ينبغي أن نتعظ حتى أقل شيء بأنفسنا. ماذا جنينا من الحرب؟ إلا الدمار، إلا إزهاق الحرواه وقتل الأبرياء. واقتصاد اقتصاد البلد الفقير الضعيف هذا كلف أشياء كثيرة جدا وأفسدت سمعة البلد. إذن هذا البلد للجميع. الآن ينبغي أن يعود كل أو يعرف أن لغة الحرب الاقتتال أو أي واحد يحاول أن يحقق مصالحه بطريقة العنف بطريقة الحرب لا ينجح، بل يضر بالبلد ويضر بنفسه ويضر بشعبه ويضر من يرى أنه يقوم له. إذن ينبغي أن يقوم كل بمهامه وأن يسعى ويدفع لتنفيذ الاتفاقية هذه حسب ما جرى الاتفاق عليه في بريتوريا. لا ينبغي أن يشير كل واحد بأصابعه لأحد، كل يقوم ينبغي أن يقوم بدوره، الحكومة الفيدرالية وحكومة الانتقالية أو يعني المؤقتة التي تحكم بإقليم تيغراي أيضا ينبغي أن يدفعوا إذا حتى إذا حصل أي يعني تعطيل أو أي تأخر أي عراقيل أن يعني يبلغوا الحكومة الفيدرالية، حتى لو لم يستطيعوا أو لم تقم أو انشغلت الحكومة الفيدرالية ولم تلبي مطالبهم بسرعة هناك مراقبون. لا ينبغي أن نعود إلى الوراء وأن تنفذ بنود الاتفاقية بسرعة وأن نخرج من هذا الموضوع أيضا بسرعة ونعود أو نواصل ما نقوم به من التنمية ويعني رفع يعني واسم العار الذي على جبين هذا البلد من الفقر ومن الحراب ومن الاقتتال. ولهذا ينبغي أن يقوم كل بدوره إن شاء الله. جميل جدا. الآن هذا الحرب أرانا يعني كيف دمر الأخضر واليابس. نعم. ولم يأتي بأي حل إلا يعني باختتامه بهذه الاتفاقية. الآن هناك دروس مأخوذة من هذا. نعم. يعني ما زالت هناك بعض المناطق الموجودة. صحيح. في البلاد لم تستقر. ما الذي تنصح للمجتمع لكي يحافظ على السلام، لكي يكون درعا حاميا لبلاده خاصة الخلافات الداخلية؟ صحيح. أولا ينبغي أن يتذكر، أو لا أستطيع أنه يعلم، كل أو أغلب الناس يعلمون أن هذا البلد هناك ثروات كثيرة جدا والبلد واسع وخيرات هذا البلد مش لنا فقط، يكفي حتى لجيراننا. ثرواتنا سواء في باطن الأرض أو على ظاهرها، يعني ثروات سواء كانت طبيعية أو بشرية، أشياء كثيرة في هذا البلد إذا اتفقنا وتفاهمنا وتصالحنا وحولنا الطاقة المبعثرة هذه إلى طاقة موحدة ويعني
كل قام بدوره وكل جعل مصلحة العامة مصلحة البلد إثيوبيا، جعل كل على فوق رغباته وطموحاته الشخصية والقبلية والعرقية، هذا البلد يعني يستطيع أن يتجاوز كلما يدور أو كلما يجري في داخله من هناك اقتتال وحروب وتناحر هنا وهناك. إذن أنصح أننا ينبغي أن نوقف الحرب بأي أشكاله. الذي عنده مطالب سواء كانت إقليمية أو على مستوى البلد، لغة الحراب، لغة يعني تنفيذ المطالب بقوة السلاح لم يثمر في هذا البلد. ممكن مرة مرتين نجح، وإلا في كل الحالات لم ينجح. صح، حكومة أو جبهة تحرير تيغراي أسقطت درقو بقوة السلاح، لكن ماذا فعلت بعد ذلك؟ هي نفسها أزيلت بطريقة سلمية، انتهى خلاص. إذن ينبغي أن يعرف الجميع أن ما يتعلق بالسلام، أنت إذا عندك نية، إذا عندك برنامج سياسي، كيف تحاول تسقطه أو تفرضه على الآخرين بالسلاح؟ ما يمكن أبدا أبدا. هذا العالم العصر الذي نحن نعيش فيه لا يقبل هذا. إذا عندك فكر، تعال بأفكارك، ضعه على الطاولة، قدم، أري أن أفكارك هذه بديلة، وهي يعني حتى مش بديلة، هي أحسن وأجمل وأفضل من الأفكار التي الآن تدار بها البلد. لكن تحاول أنك تأتي بطريقة الحرب بلغة السلاح لا تنجح، لا تنجح أي جهة. إذن أنا أدعو الجميع في أوروميا وفي أمهارة وفي كل الأماكن أن يضعوا السلاح وأن يأتوا إلى يعني منافسة السلمية، أن يأتوا إلى التنافس السلمي، حتى إذا أرادوا أن يعني يأخذوا السلطة ويحكموا البلد، هناك طرق كثيرة غير لغة الحراب أو لغة السلاح. بإمكانهم أن يشكلوا حزب أو نعم، أشياء كثيرة، طرق كثيرة، يعني يؤسس حزب ويأتي يعني تكتلات وأشياء كثيرة، يدخل في البرلمان أو أي يعني هناك يعني إثيوبيا الآن عندها كل 5 سنوات انتخابات. انتخابات يعني. في هناك الآن يعني أحزاب معارضة أو منافسة دخلت في البرلمان، وحتى مش البرلمان فقط، أخذت يعني أماكن هامة، وزارات هامة جدا، يعني وزارات مهمة، وزارات لها يعني أعمال كثيرة ولها تأثير كثير في البلد، الآن تدار بأيدي يعني أناس أو مندوبي الأحزاب المعارضة. إذن أنا ما يتعلق بالسلام، كل ينبغي أن يقوم بدوره وأن يحفظ على إثيوبيا. أنت إذا دمرت البلد وقتلت الناس، تأتي لحكم ماذا؟ تحكم من؟ تريد تتسلم أرضا بلا شعب؟ بلا شعب ما يمكن. يعني إذا أردت أن تحكم البلد، تعال إلى أرض وعليه شعوب، شعوب إثيوبيا شعوب مختلفة، شعوب عندها ألوان وعندها أجناس وعندها رقيات وقبائل كذا. ما يمكن أنك تأتي تحرر أو تتكلم عن شعب واحد أو قبيلة واحدة، أكثر من 80 قبائل موجودة في إثيوبيا. تعال بأفكار متطورة، بأفكار تستطيع أن تجعل الشعب يختارونك ينتخبونك. إذن ما يتعلق بالسلم، نحن عندنا أعداء كثر من الخارج بعدة أسباب، يعني جو استراتيجي موقعنا يجعلنا نتعرض عرضة لتنافس علينا من الخارج. وما يتعلق بسد النهضة ليس أمرا سهلا، ما يتعلق بالمنفذ البحري ليس أمرا سهلا. هذه الأمور كلها تحتاج مننا أن نتوحد،
وأن نتلاحم وأن نتناسق نتفاهم. إذا كانت هناك خلافات ينبغي أن نجلس على طاولة الحوار ونحلها. نحلها الآن. اتفاقية بريتوريا التي كنا يعني في سدة الحديث عنها هي لنا درس. إذا استطعنا أن نوقف حربا بهذا الشكل، حربا يعني ممكن واحد يستطيع أن يقول ممكن كان الناس يفكرون أن هذا الحروب ممكن لا تتوقف، لا تتوقف وبثيبيا خلاص انتهى أمرها، خلاص دمرت وتمزق وكذا. استطعنا أن نوقف هذا الحرب بالحوار وبالحديث حول طاولة وبالجلوس حول طاولة الحوار. إذن ينبغي أن يفكر الجميع أننا يعني إذا أردنا أن نحكم هذا البلد كما قلت لك لا يحتاج تقتل إخوانك، لا ينبغي أن تقتل من تريد. أنت إذا قتلت شخصا تحكمه تأتي لتحكم أرضا قاحلة بلا شعب، لا يمكن. يعني كيف تقتل أخاك؟ كيف تقتل يعني بني جلدتك؟ كيف تقتل شخصا هو من دمك ومن عرقك ومن بلد واحد؟ كيف تقتل إنسانا فوق كل شيء؟ نعم، فوق كل شيء تقتل إنسان. أين الرحمة الفطرية هذه؟ يعني إذن ينبغي أن يفكر الجميع بهذه الطريقة، والشباب خاصة. في بعض الشباب يلعب بعقولهم وكذا، ينبغي أن يفهم أن هذا البلد بلد فيها ثروات كثيرة جدا، وحتى لو شغلنا جزء منها يكفي، مش لنا، للأجيال القادمة. أجيال القادمة لم نثمر أو لم نستطيع أن نستثمر الثروات الموجودة على كل أبوابنا، جونا ويعني معادننا والأراضي الزراعية والأنهار وهذه كلها. يعني كأنك تستطيع، لو اللي يسافر إلى بلدان أخرى، بلدان الجوار مثلا، في هذا الوقت الحرارة في الشرق الأوسط تصل إلى 50 ديجري سنتيغريد. الآن الجو كيف؟ جو لطيف، صيفه وشتاؤه يعني لا تحتاج إلى مكيف ولا تحتاج إلى أي تبريد ولا. إذن هذا البلد له في خيارات كثيرة جدا، لكن يحتاج أن نفكر بعقلية جديدة بمنظور جديد، وأن يفكر الجميع أولا عن الإنسان وعن البلد. إذا نظرنا بهذا المنظور نستطيع أننا نوقف هذه الحروب ونأتي إلى طاولة الحوار ونحل مشاكلنا بأنفسنا بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ كامل شمس على هذه الاستفادة، ولقاء مجددا بكم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نشكركم أيضا لمتابعتكم هذه الحلقة، وحتى جديد اللقاء موضوع آخر نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.